عبارات هامة وخطيرة. انتوا للأسف الشديد عاوزين تظلوا حاصرين الشعب في دائرة الشك. احنا مش عايزين نحط دماغنا في الرمل. انا مركب حزبنا يا سيدي، بس ده هيبقى فقدان للعقل والمنطق وفقدان للوطنية. ده مش رأيي، ده مصير مصر. قول حماس، قول كلام، خدتوا بالكم؟ الثورة تركوها بلا أب وبلا أم وبلا قيادة. احنا دلوقتي أمام كام كان في وزراء قتالين قتل. هذا الذي قد يكون منور. ايه بقى القصة؟ انا استخف هذا الكلام غاية الاستخفاف. الإخوان أضروها بحكمة؟ حرام يا أخي. في شعب مستني إن الثورة تغير حياته. خلاص بقى. اشتغلتونا بما فيه الكفايه، طهقنا في عدد دستوري كبير، عشان كده في تناقضات في القرار السياسي، لان واضح ان الاحداث فيها تطورات جديده وخطيره. سور اكبر البلد حصل فيها مشاكل. مهم بقى الكلام اللي جاي، ازاي نقف قدام الحركات اللا انسانيه اللي بتحصل. الشعوب تستحق حكم. سيادة المستشار هيتكلم. دكتور إبراهيم كامل، حضرتك ليك تعليق على الحوار الدائر في كل بيت في مصر وفي كل شارع، وحالة الغضب الذي بدأنا يعني نشعر بها في الشارع الآن، مسيرات، هل هذه الحالة في القاهرة فقط أم أنها في مدن مصر جمعاء؟ حصل تغيير في طبيعة ونسيج الكتلة التصويتية اللي نزلت دلوقتي، حصل انخفاض في عدد الأصوات الانتخابية اللي نزلت عن البرلمان. تحليل حضرتك للمشهد حاليا ايه في ضوء الآراء اللي سمعناها؟ انا عايز ابتدي الاول، ابدا بان الانتخابات اصلا غير نزيهة من البداية من البرلمان، لان القانون نص على ان اللجنة العامة للانتخابات تقيم قاعدة بيانات من الصفر. النهاردة الصبح في المصري اليوم وزارة الداخلية بتقول احنا اديناهم البيانات اللي عندنا. اتنين، لما دخلنا انتخابات الشعب البيانات اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت الداخلية، مصلحة الأحوال المدنية. بس انا حذكر المشاهدين طبعا الدكتور ابراهيم كامل هو الذي قام بتقديم القضية المعروفة عن عدد الأصوات المتكرر. نعم. في الحاسب الآلي. تمام. وإحنا كنا غطينا هذا الموضوع في انتخابات البرلمان، ولدينا بعض القوائم لتذكيركم. ده كان الحقيقة أول حاجة، يعني هي دي نفس هي ما تغيرتش، هي نفس قاعدة بيان الناخبين لم تتغير. وتم دس فيها أصوات إما بتكرار الاسم أو بتكرار الرقم القومي، وإحنا وضحنا هذا عند حضرتك هنا في البرنامج والجمهور اتفرج على كام ده على الشاشات. هذه القاعدة لا زالت موجودة. قبل انتخابات الرئاسة من حوالي 3 أسابيع دخلنا بأسماء الناس ده أو أرقام بطاقتها، وجدناها لا زالت موجودة. خدنا صورة، عملنا برينت سكرين للشاشة، خدنا صورة من الشاشة بالتاريخ عليها إن هذه الأسماء مزورة ولا زالت موجودة واشتركت في انتخابات الرئاسة. تقديرنا للأرقام ده هي عندنا في المنوفية زائد الغربية زائد الجيزة والهرم، احنا كنا وصلنا لصورة على مستوى الجمهورية كلها 9 مليون، ودي ربطة تماما مع نتائج البرلمان. في تصورنا بقى ان امنا الغولة، عشان نستخدم التعبير بتاع الأستاذ أمير جميل ده، سحبنا من البطاقات دي المزورة دي، لازم عشان تستخدم في انتخابات الشعب لازم يكون في فصيل منظم على الأرض بيستلم البطاقات، بيروح الصناديق، بيأدي الأصوات ويرجع يركب عربية. الدور ده ترك لجماعة الإخوان المسلمين، وده يبرر الاكتساح العظيم اللي احنا شفناه الذي لا يطابق الواقع اللي طالع النهارده. احنا لسه بنحسبها سوا، احنا دخلنا في 7-8% اخوان مسلمين على مستوى الجمهوريه. اتسحبت منهم هذه البطاقات، شرط سحبها كان شرط قبل اعلان النتيجه. هذه البطاقات عادت الى
ومن الغولة. أنا شخصيا مقتنع، وإحنا بعتنا البيانات دي كلها مبارح لأستاذ عصام الإسطنبولي عشان يتقدم بها لجنة الانتخابات، في طعن أخونا العظيم اللي لازم أهنيه من هنا لأنه نجح في أنه يعمل اللي أنا حاولت 12 شهر. إحنا قبل التنحي قاعدين نجيب الشباب، قاعدين في الدقي بنجيب الشباب، وأنا بحمل النخبة أو ما سمي النخبة بالنتيجة اللي احنا فيها النهاردة هم مسؤولين عنها، لأنهم ما عرفوش ينصحوا الشباب النصيحة الصحيحة. يا أولاد تعالوا عدوا، أنا عدت 12 شهر أعمل هذه القضية، جمعهم حمدين صباحي في الانتخابات اللي فاتت دي، والحقيقة بقى فيه كتلة تمثلهم. اللي أنا عايز أطلع بيه في هذه القضية إنه احنا فعلا في مأزق. اختيار كلا ايا من الاثنين المرشحين الفاضلين كارثه مصريه. انا عايز بقى شعب مصر يقول كلمته فين مع حمدين صباحي. المبادرات اللي طرحت بتقول لاحد الفائزين خد معاك التانيين، مفيش حد هيقبل دي. لا، انا عايز شعب مصر النهارده يشيل حمدين صباحي على اكتافه. أيوة. ويقول انا عايز مبادره عكسيه بقى. ايوه، عايزين مجلس رئاسي يترأسه حمدين صباحي ويشترك فيه اثنين او اكثر من المرشحين اللي لم يحالفهم الحظ. ابقى كده جمعت الطوائف كلها وجدت مخرج موائمه. العمليه دي لها ميزات ثوريه. وضح الفكره. حل ثوري. نوضح الفكره. عايزه توضحها شويه. اولا نبدا بتوضيح مصيبه العرش، عرش فرعون ده اللي عليه اللعنه طول التاريخ. احنا نبص حوالينا الدول اللي نجحت، واحنا في 2005 كان ده حوار مع اخويا الاستاذ عصام واحنا بنفكر ناسس حزب سميناه ألا مصر في ذاك الوقت، ان يبقى في مجلس رئاسي. الدول اللي نجحت في العالم كان الدكتور اللي بياسسه مش انا، انا كنت مستشار قانوني يعني، كان مستشار. الدول الاسكندنافيه، الصين استعملوا نظام الجمعيه الوطنيه النابع حقيقيا بدءا من مستوى المجلس المحلي للقرى عشان يطلع فوق مجلس رئاسي. احنا محتاجين مجلس رئاسي الان، ويقدر في التوليفه الحاليه نخلص من المصيبه بتاعت كرسي العرش ده اللي مش هتخلص، لان كل انتخابات هخشها قدام نفس الطريقه. هيجي لي واحد يقول لي لا ده انت لو مشيت مع زيد مصيبه، ولو مشيت مع قياده جماعيه مصيبة. يعني قياده جماعيه، قياده جماعيه. التركيبه الحاليه بقى لو انا بصيت لها، سبحان رب العزه، البرنامج ده هنا اللي احنا بنجيه، وانا الحقيقه سعيد ان انا اكون فيه وسط النخبه اللي حضراتكم تمثلوها، بيبقى له دايما الحاسه الراداريه اللي انا بقول للدكتوره انها تتميز بيها، لان هي فعلا على قمه الموجه. موجه الشعب دلوقتي واقف يقول اعمل ايه؟ ايوه طبعا. طب انا عندي النهارده خلينا منطقيين، انا عايز كلمه الشعب هي التي تعلو. ده اللي انا ما قلت الشعب كتل. المصري اتكلمت على الثلاث كتل الاساسيه، عايز يقف يقول النهارده لا انا بقى مش هسيب امي الغوله توديني كده ولا كده. انا عايز حمدين صباحي رئيس للجمهوريه لان هو ده اللي انا عايزه، وعايز معاه شفيق يتولى الجيش والداخليه، لان لازم اظبط علاقاتي في اطار ما يتفق عليه داخل المجلس، علاقاتي مع ام الغوله ومن الغوله ولا المجلس العسكري، عشان افض الاشتباك ده واقول لهم كفايه 60 سنه ارجعوا شلاقكم والعبوا دوركم. عايزه علشان يفك لي الورطه اللي هو كان حاضر وهي بتتعمل بتاعت الداخليه عشان اخلص منها. سلموا هذا الشق في اطار فريق. اسلم مين؟ مجلس الرئاسي. اخده هو المجلس. انا بدور على وفاق ماشي. انا بدور ان انا اجمع الشعب المصري. ماشي. لا دي واحده. من الجانب الثاني، الجانب الثاني، انا عندي الاخوان المسلمين، وانا ايا كان درجه السوء او الفشل في التصرف
لن أهرب من الواقع إن أنا دولة إسلامية وإسلامية بالمفهوم العميق بتاعها تشمل معايا إخواني المسيحيين. مش الجانب الديني لازم يكون موجود. تعال يا سيدي معانا أنت انضم معانا في الحدوتة بتاعتنا دي. عندي عمرو موسى حاضر وعاش المشاكل كلها للمنطقة، اتفضل معانا في المنطقة. معانا الأستاذ عمير مفتوح وشخصية عظيمة سليم العوة وسليم العوة أشكل بيهم مجلس رئاسي وتنزل مظاهرات تقول إيه إحنا عايزين بدل ما نعمل انتخابات فصل بين اتنين لا عايزين استفتاء ناخد كلهم كده على بعضهم مجلس رئاسي ونبقى في هذا المجلس. ليه ما عنديش مشكلة أنا ما عنديش مشكلة بس احنا ال- 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 التصور أنا مش هطلع من المطب اللي أنا فيه. لو رحت مع شفيق عندي شق كبير جدا من الشعب المصري هيزعل هينزل الميدان ودخلنا في المشاكل وبدأت ناس تنزل اهي. لو رحنا مع الإخوان نفس القضية وعندي فصيل ضخم من شعب مصر لو بيعيد الانتخابات النهاردة يدي أغلبية ساحقة لحمدين لأن حمدين كسب قلوب الناس وهي مهمة جدا. فاللحظة دي عايز أبني عليها عشان شعب مصر يقول كلمته بقى ونطلع من دواخين يلمونا ده اللي احنا مش هنخلص منه أبدا ويفهموا الناس دول إن شعب مصر شعب ذكي مش مستعد حد يدوخه تاني. سعد دكتور الحقيقة هو النهاردة وأنا بتكلم على الدكتور إبراهيم قبل الحلقة كنا بنتكلم في الموضوع ده لما كنت في بداية الحلقة قلت إحنا عايزين أفكار خارج الصندوق وعايزين مبادرات. يمكن سعد دكتور عمل يعني أنا هسألك قانونا بقى مدى إمكانية فعل ذلك. مفيش قانون شوية ثوية ما نفسي نتكلم كل اللي بيقوله ده يعني فكرة جميلة لكن خارج نطاق الدستور والقانون الخارجي. أنا عايز أسأل حضرتك أنت بيحكمك دلوقتي الإعلان الدستوري هو ده الأساس. طب دي أنا هسأل ما إذا غيرنا شوية لأن ده خارج نطاق القانون فخلينا بره الصندوق فبره الصندوق ما تتريقوش عليه عشان أنا بتكلم جد هو ما فيش حاجة تاني كمان دلوقتي إحنا قلنا لما أنا طرحت في الأول وقلت إن الخمس كتل اللي انتخبت منها كتلة شفيق كتلة مرسي كل واحد 5 مليون حمدين تقريبا خمس مش إحنا قلنا خمس 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 التلاتة اللي في القمة لو الاثنين إحنا بنقول قلنا يا دكتور مرسي اتنازل لحمدين يا فريق شفيق اتنازل لحمدين قال لك لا مش هنتنازل كل واحد ممتاز لو فعلا دي واحده فن لو فعلا الشرعيه الثوريه والتفكير الثوري لو فعلا انتوا بتحبوا مصر والموضوع مش الكرسي والموضوع مش السلطه تمام احنا في لحظه استثنائيه من تاريخ مصر في هذه اللحظه تستلزم مجلس رئاسي احنا ما بنقولكوش بما ان انتوا وصلتوا للقمه هنا امام بعض بنقول لكم ناخد الشخص الثالث معاكم يتكون مجلس رئاسي ثلاثي لانه القرارات هتتاخد فيه بصوتين ضد واحد يعني ال- 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 التقسيمه ورده وبعدين انت بتبص لي كده اهوت انا بخرب انا عاوز حول الله يا رب طب بلاش خلينا نطرح بصي عايز اسال ممكن نلاقي لها حل دكتور الدكتور ابراهيم طرح وجهة نظره لحلول وبدائل سيبينا نطرح وجهات نظر وبدائل وبعدين نناقشها كلنا انا عايزه بقى اسالك هل ده وارد ولا مش وارد ده اللي انا بسالك هل ده وارد ولا هل يمكن ان هم يقبلوا اقول لحضرتك بعد اذنك واحد بما ان بقى احنا النهارده فتحنا البرجل في الجيزه حريق مقر شفيق في الدقي هو دي بقى حريق اشتعال النيران في مقر حملة الفريق أحمد شفيق في الدقي في شهداء الأمور بتتصاعد هيبقى الموضوع سهل طيب أنا عاوز أقول لحضرتك بعد إذنك وأقول وخطابي لأهل مصر الطيبين البسطاء مستشفى مش في يعني الحريق في المستشفى ولا في الحملة؟ لا في الحملة بس مقر الحملة جنبها حط الصورة على الشاشة يا ابني مش شايفين حاجة اتفضل ده من بوابة الوفد اشتعال النيران في مقر حملة أحمد شفيق في الدقي. طيب أنا عاوز أقول دخلي الخبر بسرعة. أي اتفضل. بناء على الكلام اللي اتقال
الطيب جدا ده بتاع طب ما تيجوا يا جماعه واللي بقاله يومين ثلاثه بيتقال ما تيجوا يا جماعه نقول للمرسي يا مرسي بلاش وريح. أيوة. طب ما تيجوا نقول للشفيق يا شفيق كذا. او الاضافات اللي ابتدت تتنط علينا من شويه اللي بيسموا نفسهم نخب، وانا رايي ان هم لا نخب ولا يحزنون، دول بيبحثوا عن مصالحهم. قال لك ايه، طب ما تيجي نقابل الاخ مرسي وناخد منه شويه ضمانات، كان ما ينفعش، او ناخد شويه ضمانات من مش هو كان ما ينفعش. اولا الشعب المصري العبقري العظيم من ايام الفراعنه اللي انا بالمناسبه بحبهم وبحترمهم لانه صنعوا الحضاره كلها. طبعا خلاص. قال لك ايه، الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. طبعا احنا مش هنخترع العجله، مفيش حد ماسك في ايده حته لحمه طريه اسمها مصر المسكينه دي اللي عماله تتحلب بقالها مئات القرون. ها يعني وهيسيبها. مستحيل 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 لن يحدث ان يتنازل لا مرسي ولا شفيق مجلس، ولن يحدث ما يتنازلوش يا فندم. هو لسه جاي لك، خديني بالراحه، هو جاي لك انا حاسس. ولن يحدث ان واحد خد 5 مليون وكذا والتاني خد 5 مليون كذا يجوا كده بحسن نيه وطيبه يا سلام على الانبياء ويقولوا تعالى يا حمدين ابقى رئيسنا وانت واخد 4 مليون وكذا بامرتي. ده عمليه مدروسه متخططه فيها جهود ومليارات اتصرفت في الاسابيع اللي فاتت، ومليارات هتصرف في الاعاده. طيب مش الزيت والسكر والرز هيروح على الفاضي. فخليني بقى ايه اتكلم على حاجه تانية خالص. انا ادعي ان انا بمثل قطاع كبير قوي من المصريين. انا لا عضو في حزب ولا عضو في تنظيم، ولا انا كنت مع حد من المرشحين ولا في حملته ولا مأيد حد. ايه راي سعادتك؟ انا كنت زعلان جدا 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 من ال 13 مرشح. قولي لي ليه؟ لانه قبلوا ان يدخلوا انتخابات من غير دستور. قبلوا انه يسكنوا في عماره في شقق عماره ملهاش اساسات هتقع بعد شويه، بناها مقاول خربان الذمه، واصر انه تتبني بدون اساسات عشان هو يرجع بعد كده ويلم الدور اللي هو من الغوله. خلصنا. ففي الجزء ده انا بقول هذا الشعب اللي كان عنده زي ما قالوا لنا في 50 مليون مواطن مصري له حق التصويت، نزل منهم 22 23 مليون، يعني في اكتر من 25 مليون مصري لقوا حق التصويت او 27 مليون قالوا مش هنروح الانتخابات ورفضوا الذهاب للصندوق. بعضهم صح كنبه، بعضهم مش فاضي، بعضهم رافض. يبقى اذا انت عندك قطاع من المصريين واضح جدا حوالي 27 مليون ما راحش الصندوق. اضف الى هذا الاخوه اللي هم هنتنافس عليهم، الذئب والثعلب اللي مفيش حل غير تحب تتاكل منين يا حبيبي؟ من هنا ولا من هنا؟ خلاص تحب تموت ازاي؟ الاثنين دول ما خدوش غير 5 مليون. احمد شفيق وقفت وراءه كل الدوله القديمه، النظام القديم بالامن الوطني باجهزه الحكم المحلي بالكم مليون بتوع الحزب الوطني بتاع قطاع مصري بريء. لا طورة دي كانت الفلوس. بتاع قطاع مصري بريء، المصريين اللي هم الاخوه المسيحيين اللي خايفين جدا جدا من الدوله الدينيه وليهم حق، فجريوا يدوا لشفيق. ولحد النهارده معتقدين ببراءه وبحسن نيه انه شفيق هو اللي هيحميهم من غول الثعلب اللي جاي بتاع الدوله الدينيه. اذا انت عندك هنا شعب ال 10 مليون دول اللي هم خايفين ومتلخبطين، وعندك تاني قطاع اللي هو بتاع مرسي ده 5 مليون منهم 100,000 200,000 900,000 متنظمين تنظيم سري عاوز يحكم مصر. صرفوا فلوس ومشوا المكنه بتاعتهم اللي هم الوحيدين في مصر. تصور يا دكتور عصام يا استاذي الفاضل انه الجماعه الوحيده السياسيه اللي كان مسموح لها طوال 30 سنه في حكم مبارك وجزء من حكم السادات بالحركه في مصر علانية ولهم مقر علني، قال ايه كان اسمهم الجماعه المحظوره؟ اه امال احنا كنا جماعه مين؟ واخد بال سعادتك؟ يعني الجماعه الوحيده المحظوره هي الجماعه الوحيده اللي عملت سياسيا
وبتعمل المؤتمرات الصحفيه في المقر العام للمرشد العام، وبتخش النقابات بالاتفاق مع اجهزه امن الدوله القديمه ومع الحزب الوطني، ينتهي الامر. وما تنساش 88 عضو في المجلس. ينتهي الامر. الخبر ده جاي منين؟ خبر جاي يا جماعه، ممكن اقول؟ اتفضل يا فندم. الخبر منين يا اعداد يا اساتذه؟ الخبر ده من اني وفد ولا من اني بوابه؟ من الوفد. اشتعال النيران في مقر احمد شفيق بالدقي. اشتعلت النيران في مقر حملة المرشح الرئاسي احمد شفيق بميدان فيني بالدقي مساء اليوم الاثنين. يحاول اهالي الميدان السيطرة على النيران وسط غياب لقوات الامن وقوات الحماية المدنية. كان العشرات من مناهضي الفريق شفيق اقتحموا مقر الحملة وسرقوا المحتويات وأشعلوا النيران قبل أن ينصرفوا اعتراضا منهم على إدراجه في جولة الإعادة مع دكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الرئاسية. ويذكر أن مظاهرات انطلقت في عدة مدن من محافظات الجمهورية اعتراضا على إدراج شفيق بجولة الإعادة. طيب. الموضوع خطر جدا. حضرتك استكمل وبعدين لازم نعلق على أنا الموضوع. أنا عايز أقول بقى يعني لازم الناس تهدى في الآخر، هنعلق على الخبر دوت. بس أنا عاوز اقول بقى يا ناطح، عشان ده كلام مهم جدا انا بقوله لاهل وطني ومخلصا لله وللوطن بصراحه، ولا ادعي اي زيف في هذا الكلام. انا بقول انه ثمت طيار وطني عام خارج الطرفين دول، واضح ومحدد، سواء في ال 50 مليون اللي ليهم حق التصويت او بقيه ال 85 مليون. يعني بقينا بنتكلم يا استاذي على 27 مليون زائد 35 مليون ما لهمش حق التصويت، يعني بنتكلم على رقم فلكي حوالي 80% 90% من السكان في مصر. السكان اللي لا راحوا الانتخابات والسكان اللي ما لهمش حق التصويت، اللي منهم شباب 16 سنة خد بالك او 15 سنة لكن شاركوا في الثورة، او امهات ما عندهاش بطاقة او كذا الى اخره. طيب يبقى اذا في تيار وطني عام في هذا البلد. انا بقول وادعوكم وادعو الشعب المصري كله انه ينضم وفورا للتيار الوطني العام وليس للذئب او للثعلب. متفقين بوضوح. اي دعاوى تخدع المواطنين، وانا بقول حتى بالتحديد للاقباط المصريين، افيقوا، لن يرحمكم ولن ترحمكم لا الدولة البوليسية ولا الدولة الدينية. واوعوا تفتكروا ان الدولة البوليسية هتحميكم، وانا هديكم مثال بسيط جدا. حضراتكم في ظل الدولة البوليسية ايها المسيحيين المصريين، اتفضل. لان ده نقطة مهمة وعايزاك تتكلم فيها بالتفصيل، عشان بس الدكتور حازم هيتركنا فممكن يعني انا الحقيقة شرحت مع الاستاذ امين ان كلامه مهم جدا. حضرتك ممكن يكمل الجزئية دي وانا اكمل؟ بس هو لازم يتكلم كتير. اتفضل حضرتك تديني بعد كده عشان اكمل. بس حضرتك بس انا معاك على الخط جدا. لا لا انا بس مكمل. فانا انا انا عايز اقول للمسيحيين المصريين كلكم بما فيكم الناس اللي جوه الكنيسة اللي اسمه الأب كذا والأب كذا والأب الأنبا موسى والأنبا سين والأنبا صاد، أنا بقول لكم في طوال الدولة البوليسية فتنة طائفية بتتحرق بيوتكم بتتضربوا ومحدش بيحميكم. عشان ايه؟ بطح وسرقة ونهب المحلاتكم وبيوتكم ومحدش بيحميكم. طوال فترة حكم الدولة البوليسية، دولة مبارك اللي عايزين يعيدوها لنا كلاكيت تاني مرة، والأيام اللي فاتت، وأنا بقول لكم أهو من ثلاث أيام بس ليلة الانتخابات يا أستاذ عصام ويا سيدي الفاضل أستاذ إبراهيم، ليلة الانتخابات على غير توقع وبدون مبرر، وفجأة حكمت محكمة بالمنيا بتاعت أبو قراص في قضية كانت في أبريل 2011 عاملين يمطوا فيها ومفيش لا لسه تسمع شهود ولا تفضت أحراز ولا 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 ولا، فجأة طلع لنا القاضي وحكم حكم في منتهى الغرابة اللي في الدنيا. حضرتك القضية دي كانت تجمهر وخناقة تافهة، وفي وسط الزحام من فوق الجمعية الشرعية هكذا يدعى في المنيا بتاعت أبو قراص دي، قال إيه اتنين ماتوا خلاص، فراهم جايبين 12 متهم مسيحي وحوالي 10 مسلمين. يقوم القاضي العظيم
اللي الحاجب بتاعه وانا مع احترامي طبعا لكل البشر وحقهم يا استاذ احكام القضاء. طب قول اللي انت عايزه تقوليه. خلاص انا بالمناسبه القضاء عندي غير مقدس، وعاوز اقول لحضرتك انه في مصر لم يعد هناك قضاء، وهناك خلل جسيم داخل القضاء المصري. على اي حال نكمل اخترق. طب انا حضرتك انا كقاضي اقبل انه الحاجب بتاعي يبقى في الصوره، بس للاسف اللي مش موجوده لكن موجوده على اليوتيوب. طيب ده انه قد كده واقف جنب القاضي بأمرت ايه؟ وبعدين القاضي يصدر حكما يا استاذ عصام يا قانوني ويا سيادتك القانوني، تجمهر، تحريض على التجمهر، حيازه سلاح وذخيره مش موجوده. جناحه ولا جنايه؟ جنايه وامن دوله. كل قاضي كل ايوه بيقول قاضي ايوه يعني قاضي محكمه الجنايات يعني. خلاص بقول لحضرتك التهم ايه؟ تجمهر، تحريض على التجمهر، حيازه سلاح، شروع لم يحدث على ارض الواقع في قتل مفيش. ماشي او مدي 12 واحد، وظابط المباحث كاتب على المتهم الاول اللي هو محامي بالنقط المسيحي فلان الفلاني علاء رشدي. يا نهار ابيض. خلاص ويجي القاضي يحط كل دول، وقانون العقوبات واضح ونصوصه قاطعه. التجمهر ده باخره 3 اشهر 6 اشهر مش عارف ايه. خلاص تجمهر ده مصر بتتجمهر في ثوره قد كده. خلاص جاي لك في الكلام. التحريض ده ايه؟ ده اخره ايه؟ سنه. الشروع اخره ايه؟ 5 سنين. حيازه سلاح اخره ايه؟ قد يكون سحب السلاح وغرامه. مش في خلاص ماتوا في حضرتك قلت صور حضرتك 12 مسيحي 12 اتنين ماتوا، مفيش اي اثبات ان ال 12 المسيحي دول ليهم علاقه بيه. دول كانوا هربانين مستخبين في بيوتهم لانه بيوتهم اتحرقت ومحلاتهم اتسرقت، واقاموا بتوع الجماعات الاسلاميه والسلفيه في ابو قراص على ممتلكاتهم مسجد، لدرجه اضطر الجيش بعديها باسبوع يروح يشيل كل الكلام ده عشان يرجع للناس دي ممتلكاتها. قوم القاضي يدي كل دول مؤبد مع 5 سنوات مراقبه بعد انتهاء الحكم. لا حول ولا قوه الا بالله. دي رساله اشعال فتنه طائفيه ولا دي رساله ايه؟ انت قلت 10 و12 ال 10 براءه المسلمين وال 12 مؤبد. هي دي بالظبط. هي دي ليه عملت كده؟ دقيقه واحده معلش. خلاص حضرتك علقت على قضيه تفاصيلها مش معانا. لا 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 من وجهه نظرك. لا معلش عشان ماشي يا فندم براحتك. البرنامج لازم اقول لحضرتك اللي تحب تقوليه. حقوق هذا البرنامج حضرتك تعرضت للقضاء. خلاص يا فندم خلاص انت قلت العباره. انا بقى طبعًا اكمل طبعًا اكمل مع حضراتكم عشان اكمل. احنا بنحترم احكام القضاء. لا انت بتتصرف صح صح. انا بحترم احكام. خلاص يا فندم احترمي احكام القضاء. انا عارف انك بتحترمها. طيب ثواني بقى انا عاوز اقول هنا ايه. عاوز اقول هنا ايه يعني دايما طيب في اشياء هامه. انت اللي فرطت في حقك. ايوه اما نقول ان في طيار وطني عام في مصر بيحلم بعيش حرية وعدالة اجتماعية، بيحلم بدولة مدنية تحترم الجميع، دولة قانون، دولة دستور، دولة حقوق إنسان، دولة علم وعقل مش غيبيات ودروشة، دولة فيها استقلال للقضاء، استقلال للبرلمان، استقلال السلطة التنفيذية، فيها نقابات حقيقية، فيها أحزاب حقيقية، فيها جمعيات حقيقية، دولة فيها حريات. أنا نفسي أنقل مصر، نفسي أنقل مصر لأنها تناطح أعظم دولة في أوروبا. خلاص أنا هعمل ده إزاي؟ سواء مع أمنا الغولة أو مع الذئب أو مع الثعلب. خلاص ومع نخبة بتخون هذا الشعب. أنا مصر إن في نخبة وعاوز أتكلم عليها بتخون هذا الشعب وبتتلاعب طبقا لانتهازيتها السياسية والذاتية على إنها تلحق تاخد هنا وتاخد. عارف اللي بيسموهم كانوا سيادتك بما إنك بقى أكبر مننا سنا، اللي كانوا بيسموهم غني حرب. في غني ثوره طبعا في غني ثوره. اكتب بقى هوب اطلع في القنوات الفضائيه واشتغل وانزل قول للناس كذا، وانت قاعد عندك استعداد تروح تبوس ايد المجلس العسكري. لو الاخوان ابو شويه تجري تروح تبوس ايدهم. صح. لو كان شفيق هيقب هيجروا يبوسوا ايده غني حرب والتحقوا بيه، وهيبتدوا يقولوا له طب ممكن اخد حته هنا، طب تديني كرسي، طب تديني وزير، طب تديني عفريت. فاحنا عندنا غني ثوره. طيب. احنا دلوقتي بنتكلم على بس ايه بس عشان الراجل هيمشي. طب يمشي يقول كلمتين واكمل.
ده انت مفتري انا ما كملتش كده يعني الناس دي ما تتكلمش إيه؟ طب استنى إيه شويه بقى انا عاوز اقول حكايه إيه شويه حضرتك هتكمل بعد ما الناس تانية تكمل طيب اتفضل يا فندم طيب حضرتك ايه السؤال بتاعك كده ولا ايه انا ما قلتش قوم روحي بقى كمل انت وبعدين انا نسيت السؤال بتاعي اصلا انا حضرتك كنت هتكلمنا على مقاطعه تمام وعلى فكره المقاطعه والمخرج والتعليق على المبادره بتاعه المجلس الرئاسي شوف حضرتك احنا اللي حصل انه في مجموعه من المصريين في وقت معين في قرار في ظروف معينه اخذوا قرار المقاطعه قناعه بأمنا الغوله وقناعه ان الموضوع كله غير شرعي لان الشرعيه الثوريه مختلفه تماما عن شرعيه الصندوق وده اللي وصلنا للكلام اللي احنا فيه دلوقتي في منتهى الاهميه تمام لو استمرينا في اعطاء شرعيه للانتخابات والمشاركه فيها هي بمثابه اعطاء شرعيه للديب وللثعلب مع بعض لان حتى لو الثعلب ما جاش هو برضه خد شرعيه بالدخول فانا دلوقتي انا بؤسس وجهه نظر احنا طبعا كمقاطعون بنؤسس عن طريق المشاركه والذهاب الى شرعيه قتل الثور وجهه نظر لا نقول ان احنا بنخون احد ولا بنقول ان احنا اكثر وطنيه من الاخرين لكن دي قناعه شخصيه اتلمت حواليها مجموعه من الناس متفرقين جدا وقلنا طيب ما نلم بعض عشان قد نكون نواه لحركه ثوريه جديده. ايوه نيجي بقى حضرتك للاقتراح اللي حضرتك قلته هو حضرتك في سكتين فدي بقى المهم الكلام جدا حضرتك الناس تاخده شمال او يمين وعشان في ناس في الثوار برضو ما زالوا بيخونونا احنا عشان ان احنا انسحبنا من الاشتراك في الانتخابات واحنا طبعا قلنا خلاص ده رايكم لكن هم بيقولوا ان انتوا اديتوا الاصوات بطريقه تانية لشفيق وكلام كلام مش مظبوط طبعا وكلام غير عملي ولا دقيق يعني فهو في سكتين يا يعني نمشي بنفس شرعيه الامنا الغوله والمجلس العسكري وبالتالي ننزلق في الاتجاه الانتخابات ونستمر في جوله الاعاده وندي الاصوات اللي بتعطي شرعيه 90% لشفيق لو 10% المجلس العسكري فكر يديها لمرسي يبقى في لعبه اخطر انا في رايي من شفيق اخطر كتيرا في حاجات انا مش عارفينها او هناك الحل الاخر وهو الشرعيه الثوريه. الشرعيه الثوريه بتقلب الترابيزه كلها. مفيش حاجه اسمها بقى اعلان دستوري ولا قانون انتخابات رئاسه ولا فروق سلطان. هي بتقلب الكلام ده نهائي. صحيح. كلام حضرتك لو الناس وزنته شويه ممكن يكون مخرج بس يدرس شويه اكتر من كده. وجود فريق في اللعبه دي مش هينفع طبعا ولا حضرتك فنيجي حاجه بتقول ايه حمدين قبل بلاء حسن جدا في الانتخابات نعم. سواء يعني متفق حضرتك دلوقتي بتختار عشان بس في تعليق هنا جاء يعني من احد المشاهدين بيقول يا فندم فكرتك تقتل فكره ترسيخ الديمقراطيه وتداول السلطه التي تعترض مع اهداف الثوره ويعتقد على هذا التصرف الذي يهدم الدوله لا ما هو يعني ده ملخص حضرتك كويس الحوار ده ما انا هكمل حتتي عشان كده احنا المشاهدين طبعا احنا دلوقتي بنتكلم عن الشرعيه الثوريه الشخص اللي قال كده بنحترم رايه ده عايز يمشي في المسار الديمقراطي بس المسار الديمقراطي اللي احنا نعيش فيه حاليا مسار ديمقراطي وهمي وهزلي صح ما هي دي المشكله انك بتخنقي حضرتك الثوره بزواء انتخابات وصناديق ودي النقطه اللي في ناس مقتنعه ان الكلام ده غلط فاحنا بنقول انه الشرعيه الثوريه قد تقوم وممكن حضرتك الحل بتاعك ده يكون حمدين معاه 5 مليون صوت ابو الفتوح معاه 3 وشويه والاخرين بنتكلم على زخم فيه 4 وشويه يعني 4 وشويه فبنتكلم على زخم ممكن نوصل الى 10 مليون شخص في راي تاني هنا بيقول لك لو عجبتنا الانتخابات نكمل ولو ما عجبتناش يبقى خلاص ما هو حضرتك بقى انت طالما انت شاركتي في شرعيه الانتخابات ايوه كويس يعني المنطق اللي سياده اللواء قاله رغم اني معترض في بعض الحاجات لكن منطق وجيه جدا وطالما انت شاركت وانا معاك يا استاذ امير ان 13 مرشح كانوا وقفوا وقفه واحده قالوا احنا ضد اللعبه من اساسه وضد ان انا هتيجي تقول لي وظيفتي هشتغل ايه كرئيس جمهوريه فانا عايز بس قبل ما اخلص كلمتي عشان ما اطولش انه في امل في الحل الثوري بس لازم ناس كتير تؤمن بيه مين بقى عشان ما نقعدش نتكلم يعني بنتكلم على الملايين بتاعت حمدين الملايين بتاعت ابو الفتوح وحوالي 10 مليون وعمرو موسى اخذ ملايين برضه يعني طبعا عمرو موسى في ناس بتعتبره فلول انا بعتبره 3/4 فلول او ربع فلول في ناس بتعتبره 0 فلول يعني بصرف نظر شفيق مختلف عن موسى هؤلاء العدد لو نزل نصهم الى الميادين مصر 5 مليون مواطن نزلوا ميادين مصر واصروا في مناسبه جايه يوم السبت الجاي هتلاقي الملايين مالية شوارع مصر استاذ عصام يوم السبت القادم كل كتل الشباب وانا بعلنها اهو نازلين بكره الثلاث
انا بقول لك بكرة. انا بقول لك يوم السبت انا عاوز انقل لكم اللي اتفقوا عليه السبت القادم الحكم بتاع مبارك الاحباط الاقبر بالظبط ده بداية صورة تانية بالظبط فدي كل دي الموجة التانية ارهاصات لحركة ثورية جديدة حضرتك يعني عظيم انه يعني في ثورة تانية بس فيها بس هنا حضرتك قيادة في 10 مليون نزلوا انتخبوا دول بقى وضعهم ايه؟ هو لو هيكمل عشان كلامه حلو هيبقوا مع هيبقوا من الثورة دي ما تقعد يا سيدي وتسيبك من البيت كلامهم اللي انتخبوه دلوقتي امسي هيعملوا ايه؟ اغلبيتهم هيبقوا فيها اغلبيتهم يعني حضرتك هتقول لهم انا مش معترف بتصويتكم هم مش معترفين لان في ناس زي ما قال امير صوتت تحت ضغوط خوف خوف وفي ناس وفي صوت تحت الصيت حضرتك الثورة ان ده فرصه قليلة لا ناخد ده الثورة وفي مزورين لا وفي خدوا اخر كلمة حضرتك هقولها الثورة لا تعترف بقواعد طيب بالظبط الثورة لا تعترف بأنصاف الثورة ليها قانونها الخاص وليها قانونها الخاص لا تعترف بأنصاف الحلول دي الشرعية الثورية وانا مختلف لا بالعكس ده هي دي الثورة دي اللي هتحقق أهدافها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ده الثورة كمان وده بقى لو عاوز أكمل حتة صغيرة خالص أنا عاوز كنت أقول إيه بقى ايه اللي يعني مطلوب من التيار الوطني العام ده؟ ما قلتش حاجه ثواني يا عصام لا والله دقيقه دقيقه مش لا معلش مش هينفع يا طب خلاص لازم نحترم الناس اللي احنا لا انا مش على فكره خدوا بالكم من الاطفال انت خدت الميكروفون لا ما تخليش نحترم الناس انا بحترمهم واحبهم واصحابي واخد بالك يعني ناخد بالنا من الكلام مع بعضينا لا تقع معايا كمان اقع معايا طبعا اقع مع اي حد انا لا هي ليها حصانه هي ليها حصانه محميه هنا في الاستوديو خلاص طبعا لا هستنوكوا على باب الاستوديو يا ستي انا ممكن ابقى محاميكي كمان ولا يهمك لا انا عايزه بس اقول حاجه لازم نسمع هنضطر نطلع فاصل ونرجع الدكتور ابراهيم ونسمع استاذ الاسلام بولي والأستاذ ضياء عبد الهادي بعد الفصل مش هنسمع الأستاذ أمير نرجع لا عايزين نسمع الأستاذ